وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تحاول أن تقوم بدور إيجابي فيما يخص التعاون مع القارة وتقديم الدعم اللازم لها، وأشار إلى حرص الدولة على البناء والتنمية والتعمير في كافة المجالات. مش هنسى أبدا أن أنا أوجه الشكر على مشاركتكم الإيجابية، وأيضا أوجه الشكر الخاص لرئيس البنك بنك التجارة أو رئيس البنك الأفريقي للتجارة التصدير والاستيراد الدكتور بنديكت. أشكرك جدا جدا على الجهد المبذول، وإحنا في مصر لازم تكونوا متأكدين إن إحنا حريصين جدا على أن يكون دايما دعمنا دعم إيجابي. مصر دايما بتحاول إن هي تقوم بدور إيجابي فيما ينفع الناس مش حاجة تانية، لأن إحنا في أفريقيا زي ما أنتوا شايفين القدرات موجودة والإمكانيات موجودة، ولكن يمكن تكون في بعض المعوقات والمشاكل اللي بتعوق يعني هذا الأمر. وبالتالي إحنا في مصر دايما حريصين على إحنا نقوم بالبناء والتنمية والتعمير والتعاون في هذه المجالات ومش أكتر من كده، وإطفاء حرائق لو في حرائق لو كان ممكن نعمل ده. هذا وتفقد الرئيس السيسي المعرض الأفريقي للتجارة البينية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس. واستمع الرئيس السيسي خلال الجولة إلى شرح عما يقدمه جناح البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، حيث يتم عرض الوظائف المختلفة للبنك وقطاعات التمويل وكذلك الشركات التابعة للبنك.